اهلا وسهلا بكم في كلية الهندسة الخوارزمي جامعة بغداد من قسم هندسة المعلومات والاتصالات. الحقيقة قسم هندسة المعلومات والاتصالات كان من الأقسام التي بدأ العمل بها في عام 1997 في كلية الهندسة الأولى مع قسم هندسة الحاسبات. قسمنا من يعتبر من الأقسام الحديثة والمتطورة، يدمج القسم بين اختصاصين، اختصاص هندسة المعلومات واختصاص هندسة الاتصالات. الحقيقة اليوم احنا نعيش عصر ما بعد عصر المعلومات. العصر اللي نعيش به هو العصر اللي نتكامل به في كافة قطاعات الدولة وقطاعات حياتنا بأنظمة المعلومات التكنولوجية. اليوم أصبح كل ما حولنا يعامل من خلال التكنولوجيا المتطورة. القسم بدأ بقبول الطلبة من المرحلة الثالثة حال أقسام باقي كلية الهندسة الخوارزمي منذ تأسيسها بعام 2002، إلى أن وصلنا أنه نأخذ الطلبة من ضمن القبول المركزي من وزارة التعليم العالي، وأصبحت سنوات القسم 4 سنوات يبدي الطالب ياخذ بيها من السنة الأولى مجموعة من الدروس العلمية الأكاديمية الهندسية واللي تربط بالعلوم الأساسية مع العلوم الهندسية لتنتج ما أسميناه بحافات العلوم الهندسية. يتدرج الطالب بدراسة الدروس، طبعا بالأول راح تكون هناك متطلبات جامعية ومتطلبات هندسية بالإضافة إلى متطلبات التخصص، إلى أن يصير بالصف الثاني نبدي بمرحلة دروس التخصص الخاصة بهندسة المعلومات وهندسة الاتصالات. ثم بعد ذلك الطلبة الناجحين من المرحلة الثانية يتم عمل مقابلة وبرنامج لغرض اختيار الطالب إما أنه يبقى بقسم هندسة المعلومات والاتصالات أو أنه يندرج تحت الفرع الجديد المستحدث في قسمنا، وهو أول تخصص لهندسة المعلومات ووسائط الاتصالات المتعددة، وهذا هو اسم الفرع اللي يكون داخل قسم هندسة المعلومات والاتصالات. ونفخر بأن نكون أول قسم هندسي يتعامل مع هندسة الاتصالات. تم افتتاح القسم في عام 2013 وبتوجيه من السيد وزير التعليم العالي، بعد ما قدمنا طرح باستحداث فرع داخل قسم هندسة المعلومات والاتصالات، كان له الأثر الكبير وتم بالتوأمة وبمساعدة شبكة الإعلام العراقي، حيث أن طلبة الفرع عندهم يوم تخصصي، يوم تدريب داخل المختبرات الهندسية لشبكة الإعلام العراقي، ليكون الطالب في موقع أساسي مع الأجهزة الهندسية التي تتعامل بالإعلام مثل أجهزة البث التلفزيوني والكاميرات والمونتاج وغيرها من الأجهزة الهندسية التي جهزنا إلها السادة التدريسيين ليقوموا بإعطاء المواد العلمية والنظرية بالإضافة للمواد العملية، وتكمل بالمواد العملية والتدريب العملي داخل مختبرات الهندسية في شبكة الإعلام العراقي. الحقيقة نفخر بوجود نخبة من التدريسيين والأساتذة الكفؤين، معظمهم يحمل شهادات من داخل وخارج العراق، مجهزين بأحدث المواد الأكاديمية والتدريسية التي تدعم توجهنا داخل القسم، حيث نطمح لتطوير القسم من فترة لأخرى، خاصة وأن تخصص القسم يدخل في مضمار التطوير الإلكتروني والتطوير التكنولوجي. مجموعة من الأساتذة اليوم يدرسون لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه خارج العراق من ضمن زمالات وزارة التعليم العالي والمبتعثين من قبل رئاسة الوزراء لغرض نيل شهادة الدكتوراه أو الماجستير. اليوم نحن نأمل بأن نخرج مهندسين متسلحين بالعلم
ومتسلحين بالمواد الأكاديمية والمواد العملية اللي تخدم سوق العمل أينما كان وفي شتى المجالات. الأستاذ المساعد الدكتورة سهى محمد هادي، رئيسة قسم هندسة المعلومات والاتصالات، شكرا جزيلا. الإلكترونيك والاتصالات اللي تابع إلى قسم المعلومات والاتصالات في كلية الهندسة الخوارزمي جامعة بغداد. هذا المختبر يخدم مراحل القسم الأربعة. فالمرحلة الأولى يقوم بمختبر لوجيك ومختبر كهربائية ومختبر إلكترونيك 1. في كل واحدة من هذين المختبرات يغطي الجانب العملي للمادة الخاصة به. وفي المرحلة الثانية يأخذون المرحلة الثانية مختبر إلكترونيك 2، أيضا يغطي الجانب العملي لمادة إلكترونيك 2. والمرحلة الثالثة مختبر الأنالوج كوميونيكيشن، والمرحلة الرابعة مختبر الديجيتال كوميونيكيشن. اليوم إن شاء الله تجربتنا خاصة بالمرحلة الرابعة في مختبر الديجيتال كوميونيكيشن، وتجربتنا اليوم هي تجربة التايم ديفيجن مالتيبلكسنج. والله مثل ما تعرفون اليوم تجربتنا هي تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. مثل ما ماخذين المالتيبلكسنج is the process of sending a number of separate signals together over the same channel simultaneously without interface between them. والمالتيبلكسنج is of two kinds. هي time division multiplexing TDM هي تجربتنا اليوم، والكايند الآخر هو the frequency division multiplexing whatever. The time division multiplexing is a method of interleaving in the time domain. That is, pulses belong to different transmission time signals to be transmitted through a single channel. But to satisfy the sampling theorem, the sampling frequency should be greater than or equal to twice the modulating input frequency. هاي المسألة واضحة إن شاء الله لكم. الكيت مالتنا يتكون من مالتيبلكسر ودي مالتيبلكسر، ويتكون من ادرس جنريتر ويتكون من داتا جنريتر. الادرس جنريتر راح يولد لي 3 بيتس ادرس. هاي ال 3 بيتس ادرس مربوطه داخليا ويا المالتيبلكسر، ومربوطه داخليا ويا الدي مالتيبلكسر. يتم اختيار الشانل المعينه وفق الادرس المتولد في لحظه زمنيه معينه. بالبدايه راح ناخذ الواير الخاص بالجراوند، نربطه بالجراوند مال الاوستوسكوب ونوصله اي نقطه جراوند في الكيت. راح نشوف مثل ما مطلوب عندنا بالبروسيجر LA2 على شانل 1. هاي الـ A2 signal راح تظهر لنا على channel 1. ونشوف وياها الـ output مال المالتيبلكسر في حالة أنا مسلطين 5 فولت على channel 0 input للمالتيبلكسر. فراح نشوف على channel 2 الـ output مال المالتيبلكسر. الشانل 2 هو
الويف فورم اوف اي 2 ادرس بت. channel 1 هو الويف فورم اوف اي 2 ادرس. channel 2 هو الاوتبوت مال المالتيبلكسر لما مسلطين 5 فولت انبوت على المالتيبلكسر انبوت channel اكس نوت. اذا غيرنا ال 5 فولت انبوت حطيناها على channel 1 راح نشوف ثم channel 2 ثم channel 3 ثم channel 4 ثم channel 5 ثم channel 6 ثم channel 7. المفروض نشوف التايم سلوت راح يتقسم بينات. فهسه دخلنا 5 فولت على channel 0، راح ندخل 5 فولت اخرى على channel 1. لاحظ هذا التايم سلوت المخصص الى channel 0، لاحظ هذا التايم سلوت بصفة زين المخصص الى channel 1. اذا دخلنا 5 فولت اخرى على channel 2 لاحظ بالنهاية ازدادت المساحة اللي تمثل لي لوجيك 1 بالاوتبوت مال المالتيبلكسر، وهاي هذا التايم سلوت المخصص الى channel 2. وهكذا الى بدنا نشوف على channel 7 5 فولت، نشوف هاي التايم سلوت الإضافية اللي انضافت هي مخصصة إلى channel 7. الآن ينبغي علينا أن نشوف الداتا المتولدة بواسطة الداتا جنريتر. الداتا جنريتر مالتنا هو عبارة عن ديكيت كاونتر. ديكيت كاونتر راح يولد لي 4 kinds of data من دي 0 إلى دي 3. إضافة إلى D4 و D5 هو 5 فولت، D6 و D7 هو 0 فولت. اوكي، فاللي نريد نشوفه هو الان D0 و D1 و D2 و D3 على الاوسكوب. الهدف من عنده ان نقيس التي بي مالتنا، وبالتالي نشوف اي داتا من هذين الانواع ممكن ان نسوي لها مالتيبلكسينج ودي مالتيبلكسينج بواسطه هذا الكيت. هسه نجيب channel 1 نثبتها على A2 مثل ما سوينا بالمرحلة السابقة، ونجيب channel 2 نحطها على البن الخاص بال D0، ونشوف الويف فورم الخاص الاوتبوت الخاصة بال D0. هاي الويف فورم الاوتبوت الخاصة بال D0. مطلوب من عندنا ان نقيس التي بي مالتها. نلاحظ البت الواحد متكون من مربعين، التايم مال المربع هو 0.1 ملي سكند، فاذا التايم التي بي هي 0.2 ملي سكند. فاريد ورقه وقلم وتسجلون هاي المعلومات. السلام عليكم. قسم الهندسه الكيميائيه الاحيائيه واحد من الاقسام الهندسيه التابعه لكليه هندسه الخوارزمي. يعني هذا القسم بتخريج طلاب اللي اختصاصهم هندسه كيمياء احيائيه، اللي ممكن انه يشتغل بسوق العمل اللي تتحمل في مجال العمليات الغذائيه، لمصانع الاغذيه، مصانع الادويه، بالاضافه الى المعالجات البيئيه اللي هي نقصد بها المعالجات الاحيائيه، زائدا انتاج الطاقه. المختبر اللي حضراتكم به اللي هو مختبر الصناعات الكيميائيه الاحيائيه، واحد من المختبرات اللي ضمن الكورسات الدراسيه التابعه للقسم، اللي هو يشمل مجموعه من الموديلات اللي نقصد بها التجارب، اللي تضم صناعات غذائيه زائد صناعات غذائيه عفوا دوائيه، بالاضافه الى انتاج الوقود. هذا الوقود اللي نسميه بالوقود الحيوي.
تجربتنا لهذا اليوم هي على البايوإيثانول. البايوإيثانول راح نستخدم المواد الأولية راح نستخدمها نسوي البايوإيثانول هي السكر والماء والخميرة. استخدامات البايوإيثانول هو يعني نستخدمه كوقود حيوي، كذلك تحسين الأوكتين نمبر، ونستخدمه بالمنظفات وكذلك بالتعقيم. الخطوات اللي راح نسويها هسه أسويها هسه بالمحتوى. أول شيء نوزن خميرة 3 غرام من الخميرة، هاي 3 غرام. هاي 3. عندنا هنا أنا مي مسخنة على الهوت بلي، هنخلي لي 500 غرام سكر. إذا بننتظر درجة حرارة تصير 37 حتى ندوب السكر بالمي، وناخذ 20 من منا ندوب بيه الخميرة. بعد ما اصبحت درجة الحرارة 37 ناخذ 20 ماء نذوب الخميرة، هاي 20 ماء نضيفها للخميرة، نضيف الخميرة على المحلول اللي هو سكر وماء وننتظره يتخمر 5 أيام وبعدين نروح نفصله بالديستيليشن. عفت علي، مختبر صناعات كيميائية حيائية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المختبر يعتبر من المختبرات المهمة جدا في قسمنا، قسم هندسة الطب الحياتي في كلية هندسة الخوارزمي. وهذا المختبر يعني يدفع يعني يخلي الطالب طالب الهندسة بالمراحل المتقدمة الأولى والثانية والثالثة. مثلا في المراحل الأولى احنا نعطي شلون يتعلم الطالب ديزاين يسوي وتحليل الدوائر الكهربائية، يقيس نخليه يربط يعني بإيده يعني البريد بورد والكمبونات الكهربائيه حتى يتعلم شلون يقيس التيار والفولتيه. بالمرحله الثانيه هذا المختبر يستخدم في تعليم الطالب في كيفيه ربط الديجيتال سيركت، ديجيتال نتورك سيركت، الجيتس وتطبيقاتها الطبيه ايضا في المجال العملي لتوفير ملكات هندسيه تقدر تخدم المستشفيات بكادر متقدم، كادر متطور. نخلي الطالب يمتلك حس هندسي في هذه المختبرات حتى يتعلم شلون يربط الجانب العملي بالجانب النظري. لذلك نخلي الطالب هو يحاول بايده يصنع جهاز معين او يسوي تصميم لجهاز معين حتى نقلل ايضا من يعني بالمستقبل من كلف تصنيع هذا الجهاز او استيراده، ونخلي الطالب هو بنفسه يسوي ديزاين لهذا الجهاز، شلون يسوي مينتنانس لهذا الجهاز، صيانه، وشلون يسوي اوبريشن لهذا الجهاز. لذلك هذا المختبر جدا مهم. مدرس مساعد ياسر سلام عبد الغفور استاذ المادة.
الاولمبيه نقوم بربط تجربه الهالف مدار وتجربه تقوم وضعها الاستاذ ايفن ياسر تقوم بجمع ارقام الباينري واعطاها على شكل عرض وتنفذ على شكل ضوء اللد. نحتاج في هذه التجربه الى اي سي ام، الاي سي الاول رقم 740-8-6 يسمى ب اكس اور، والاي سي الثاني انجيت اللي هو رقم 740-8. الهالف مدار مقوم بالاسلاك ومقاوم فيه بخدمه واحد كيلو وللدين لاخراج النعش. وبريد بورد والبي سي باور سبلاي لتشغيل الطاقة. أول خطوة نقوم بها هي تثبيت الأيسيات حسب أرقامها في البريد بورد. أول أيسي عندنا هو 86 اللي هو الإكس أور، نقوم بربطها في البريد بورد. لكن نجهزها بالبي سي سي وجراوند لكي يقوم بالعمل. فأول خطوة هي نجهزها بالجراوند على حسب المنزل السابع. عندنا في 14 نقوم جهزه بالبي سي سي الطاقه. البيت يعني على اثنين يحتوي على اثنين انبوت ومخرج واحد. نقوم بتجربه ثلاث وايرات. اخر خطوه في الدائره بوضع مقاومه 1.1 كيلو. قمنا بعمارات الدائرة بإدخال المدخل إلى الأخير. نقوم بتجربة الدائرة بالمدخل الأخير هي 1-1 في المدخل. سنصل إلى قيمة الـ باور سبلاي. لكن أول شيء نتذكر نقطة الفولتية هي 5 فولت فوضع الدائرة من أعضاء. مثل ما ذكر أستاذ ياسر إنه في الحالة الأخيرة لما يكون المدخل 1-1 بس الهيرنج تشتغل قوة والسام يقفل خلص السام من صفر وضبط الكاري واحد. محمد سعد رديف مرحبا فاهم شو بس يعطيك وتهنس الفواز مثل ما شفنا بالجزء النظري لاختبار
شد تنسايل تيست اوف ميتالز ماتيريالز الويز اي شيء. عندنا مجموعه عينات الحقيقه، واحده من عندهم الان رابطيها مثبتيها بالجهاز، جهاز الاختبار او فحص الشد، اللي هي سبيكه الالومنيوم. وبعدين بعد ما نجري الاختبار على سبيكه الالومنيوم عندنا ايضا الابراص، يعني سبيكه نحاس، وعندنا ايضا سبيكه ستيل كاربون ستيل. فراح نجري ثلاث تجارب على ثلاث عينات مختلفه، مثل ما قلنا بالجزء النظري انه المايكرو ستراكشر لكل ماده تركيبها راح ياثر على الابلايد فورس. احنا عندنا هنا ايضا جهاز الجيتش مالت القوه المسلطه بالشد. ثم استاذ ايمن راح يجري هاي التجربه ونشوف شنو التغير اللي يصير بمنطقه الشد وعمليه التمدد وعمليه الانكسار على كل عينه من هذه العينات. فيتفضل استاذ ايمن يشرح. بالبدايه مثل ما قال لكم الدكتور، الجهاز راح يخلينا نقدر نطبق ونشوف عمليه فحص الشد من خلالها، راح نقدر نطلع التنسال دايجرام اللي يشمل ستريس وسترين. الجهاز يتكون هو اصلا جهاز هيدروليكي، اكو اجهزه اكثر حداثه يعني الكترونيه، فالجهاز اللي عندنا حاليا هو جهاز هيدروليكي. كون هاي الهاندل، هاي الهاندل تخلينا نتحكم بمقدار القوه المسلطه على العينه، القوه العموديه اللي هي الفورس مالتنا الاف. وبدي اشوف الجيج الماكسيمم فورس مالتنا اللي يسلطها الجهاز هي 20 كيلو نيوتن، كل تقسيمه هي 0.5 كيلو نيوتن. عندنا هنا هاي العينه اللي تثبت هنا في هذا المكان، عندنا هذا الجزء اللي هو الديسبليسمنت جيج اللي راح يقيس لنا مقدار التغير اللي هو شلون دلتا ال، مو الالونجيشن بالعينه اللي هو يشمل تغير دلتا ال ويشمل لنا التقلص بالاريا، اللي عن طريقها راح نقدر نحسب السترين. فعندنا هنا الفورس، عندنا هنا تغير بالال، عن طريق ذني المعلومتين الاثنين راح نقدر نسوي لنا تيبل من خلاله راح نقدر نطلع معلومات اللي نحتاجها نسوي الكيرف مالتنا اللي هي ستريس فورس اوفر اريا، وعندنا السترين اللي هو دلتا ال اوفر ال. اوكي بس راح نبدا احنا رسم العينه. طبعا العينه احنا ماخذين اوريدي القياسات مالتنا، وهي اصلا قياسات ستاندرد. عندنا الدايامتر مالتها مال العينه مالتنا اللي هو 6 ملم، وعندنا ال اللي هو 43 ملم، هاي ستاندرد. بعد ما نسوي التجربه ويصير فيلير راح نقيس اللي قد راح يصير الطول مالتنا بعد الفشل، وقد راح يصير تخلص الدايامتر، بحيث نقدر نطلع من يمها القراءات اللي احنا راح نقيسها. اول فورس تسجلوها، احنا قلنا كل تقسيمه هي 0.5 كيلو نيوتن، فهسه راح نعطي 1 كيلو نيوتن. اوكي ما وصلت 11 تقريبا، 11 كيلو نيوتن صار عندنا في الفيلير. الديفورميشن عند 11 كيلو نيوتن صار 1.7 ملم. طيب الحقيقة بداية نعرفكم على المختبر. مختبر ميجاترونكس يحتوي على أجهزة ومنظومات تخص اختصاص الميجاترونكس. فمن المنظومات المهمة اللي تدخل في هذا المختبر، الموجودة في هذا المختبر، هي منظومة الهيدروليك ومنظومة النيوماتيك، وأيضا منظومة صممت وصنعت عندنا هنا في الجامعة بإمكانيات الطلبة، أيضا راح نسوي عليها التجارب إن شاء الله. خلينا نبدي نعرفكم على هذه المنظومة، هي منظومة الهيدروليك. إحنا هذه المنظومة حقيقة توضح، هاي المنظومة هي الخطوط الهيدروليك اللي تمتد من الجزء اللي يضخ الهيدروليك إلى منظومة السيطرة الصمامات ومنظومة
والاجزاء المتحركه اللي هي احنا نسميها الاسطوانات الهيدروليكيه. لو نلاحظ انه هذه المنظومه حتى الطالب يتخيل المنظومه واجزائها صممت شفافه حتى يلاحظ الطالب حركه السائل من الجزء اللي من المضخه الى الجزء الفعال اللي هي الاسطوانات هذه. اما المنظومات الثانيه اللي ايضا نشتغل عليها بهذا المختبر هي منظومات الهواء، الهواء المضغوط. هذه هي منظومات الهواء المضغوط اللي تعمل بالهواء وليس بالسائل الهيدروليك الزيت. المنظومات الاخرى اللي المنظومه الاخرى اللي راح نشتغل عليها اليوم، هاي تجربتنا لهذا اليوم، هي منظومه الهيدروليك الالكترونيه اللي تعمل فعل سيطره الكترونيه. راح هسه نشوفكم احدى التجارب. طبعا هاي المنظومه هي من احدى يعني مشاريع الطلبه اللي انجزوها بجهود متميزه. فهسه راح نبدي المهندس ايهاب راح يشرح لنا التجربه ويشرح للطلاب يشوفهم شلون. طالب ايهاب بسام، قسم هندسه الميكاترونكس، مرحله رابعه. مشروع عباره عن جهاز تعليمي للطلبه اللي هو الكترو هيدروليك كنترول فالف، اللي هو يتضمن السيطره الالكترونيه على اكتويترات الهيدروليكيه. والان هنطبق واحده من التجارب اللي ياخذوها الطلاب بشكل نظري، هنطبقها بشكل عملي للطلاب. نجي هنا مثلا اول شيء شدنا، نريد نطبق كابسط تجربه. ابسط تجربه شنو عندنا؟ كسنسر مقاومه متغيره. سنسر مقاومه متغيره من خلاله نتحكم بسرعه واتجاه السلندر الالكتروني. نجي نشغل الجهاز، من حنشغله حنلاحظ من خلال تغيير المقاومة حتتغير سرعة السلندر. مثلا نزيد المقاومة حتزيد سرعة السلندر اللي يتحرك بيها. من نرجع بالعكس المقاومة حيتغير اتجاه الحركة مالته، وكذلك كمان يعني السرعة انه حتكون ياما قليلة اللي هي حسب المقاومة مالتنا، او نزيدها تصير سريعة. هاي احد التجارب اللي ممكن تطبيقها على الجهاز. طبعا الجهاز أكثر من تجربة، ممكن طلاب بكالوريوس يستفادوا من التجارب اللي عندهم بالكتاب، وهي تجارب خارجية. كطلاب ماجستير يجي يربط مثلا الانترفيس الخاص اللي عنده يطبق على الجهاز، يشغل يسهل له هواية مثلا، بدل ما يصرف وقت وجهد انه يسوي هالمنظومة يوفر له هواية سوالف. واحنا نقدر نتحكم بالسرعة من خلال التيبل الموجود عندنا. من خلال التيبل أو من خلال تجربة هم ماخذيها كنظري. هاي كإذا سلندر، أما إذا ما طور فهم يعني إذا غير تجارب وغير تطبيقات. شكراً. بهذا المختبر أيضاً طلبة المرحلة الرابعة يسوون مشاريعهم، فينجزون مشاريعهم. فعندنا مجموعة مشاريع معروضة هنا أمامكم. واحد من هالمشاريع اللي هي نعتبرها مشاريع متميزة قامت بها طالبتين إيمان وهدى. هدى راح تقدم لنا، فنبدأ مختصرة عن المشروع وشون اشتغلت. طبعا جهاز تسلق النخيلي هو فكرته كانت تشبه فكرة التربلة، بس احنا صممنا جهاز تسلق النخيل للحفاظ على حياة الشخص، وحتى انه اكثر يعني نقدر نستفاد من يستفاد منه الفلاح اكثر بالنسبة للنخيل. هذا الجهاز هو يتكون من هو عبارة عن منظومة هيدروليكية اللي شغلة زائد اشارة برمجية. المنظومة الهيدروليكية انه عندي عبارة عن سيكونس ثلاث اذرع اللي هي اللي عملية انه الصعود تتحكم بها سلندرين افقيين، واما عمليه انه فتح الحلقه وعمليه غلق الحلقه عن نخله فهي راح يتحكم بها ثلاث سلندرات الافقيه. طبعا هي السيكونس انه واحد من السلندرات راح يكمش النخله يفتح عن النخله والسلندرين الاثنين يكمشون، وبالتالي تكون هي عمليه سيكونس. المشروع اللي كمل منه هو الجزء الهيدروليكي والجزء الكهربائي، لانه احنا نحتاج كتكبير فولتية بالنسبه للمشروع باعتبارنا نستخدم لغه الاردينو لغه البرمجه اللي هي تشتغل على 5 فولت، فاصلا نحتاج 24، فراح استخدم دائره كهربائيه. والجزء الميكانيكي كمل هو يعني مثل ما موجود، بقى بس الجزء البرمجي حتى انه بعدين ان شاء الله نشوف شلون راح يسلق عن النخله. وهذا اقدر هم استفاد منه بغير مجالات، اقدر استفاد منه مجالات التسلق على الابراج الهوائيه وتحسس اماكن القطع.
في بداية الجلسة نرحب بالكادر التدريسي لقسم هندسة التصنيع المؤتمت والطلبة الأعزاء والحضور الكرام. كلكم ما يخفى عليكم عن قسم هندسة التصنيع المؤتمت بدأت الدراسة دراسات العليا في 2009-2010، ومن ذلك الحين بدأنا بتخريج دورات متتالية. أول دورة كانت لطالبين، والدورة الثانية 4 طلاب، والدورة الثالثة كذلك 4 طلاب، والدورة اليوم إحنا عندنا 7 طلاب ماجستير، وهي الدورة اللي 5 طلاب اليوم عندنا حيناقشون بحوثهم، بالإضافة إلى بحثين آخرين مشتركة أو منفردة في داخل العراق. بالحقيقة إحنا اعتدنا إنه نقيم مثل هذه الحلقات النقاشية دوريا في السنة على 4 مراحل، يعني بواقع 3-4 نقاشات بحثية كل 3 أشهر حلقة نقاشية مع طلبة الدراسات العليا. أعتقد أقدر ألخص النقاط المهمة في هذه الحلقات النقاشية، هي دائما تصب في مصلحة الطالب بالدرجة الأساس. عندما الطالب كنقطة أولى، الطالب لما حيبدي يناقش موضوعه خاصة في بداية البحث قد تخفى عليه بعض الخفايا، وإن كان هناك مشرف معه بس قد يستفاد من الحلقات النقاشية بطرح موضوع معين، مصدر معين، كتاب معين يخفى عليه، يمكن أحد الحضور أو أحد التدريسين يساعده في برنامج معين. فإذا الحقيقة هي مصلحة الأولى بالنسبة للطالب في هذا المجال. ثاني شيء، حتى يحس الطالب أنه أكو متابعة ليس فقط من قبل المشرف، وإنما من قبل القسم وكذلك العمادة، وهذا الشيء يحث على التواصل. هذا بالنسبة لي، وأترك الحديث إلى الدكتور حامد مقرر الدراسات العليا، وورا ما يكمل نبدي بالتسلسل حسب الطلبة حتى يبدون يعرضون مشاريعهم والنقاش. تفضل دكتور. ما عندي يعني شيء أضيفه بالنسبة يعني بداية القسم بتخريج الدفعات الأولى من الدراسات العليا الماجستير، بس الدورة الحالية الحقيقة اللي راح تناقش اليوم فعلا تضم مجموعة من الطالبات اللي تنوعت حتى اختصاصاتهم، وخرجنا شوية عن التقليد لأن تكون دائما الإشراف من داخل العراق، صار إشراف مشترك في جامعة كرامفورد في المملكة المتحدة. أكو تنوع صار وأكو فائدة، يعني أنا أتذكر كل زيارة هم راح يتذكرون الطالبات خصوصا الطلاب، يعني بالجلسة الأولى بالسيمينار الأول كان هناك عدم معرفة بالموضوع اللي راح نشتغل عليه قبل ما يروحون إلى بريطانيا. الآن أنا أتوقع يعني قبل أسبق شوية الأحداث، أتوقع أنه راح يكون عندهم مو فقط معرفة وإنما صار عندهم خبرة جيدة بعملية البحث العلمي، يعني أضيفت لهم خبرات إضافة إلى اللغة، إضافة إلى الكتاب، التنوع حتى بمعرفة مشاهدة التكنولوجيات الحديثة بالتصنيع وبإدارة الوحدات الإنتاجية. هذه الحقيقة معلومات راح تفيدنا، خصوصا انه هذا التنوع الحقيقه يعني نطمح ان يكون اكثر بالسنوات القادمه اذا كان الامور مشت بطريقه سهله في دعم البحوث المشتركه والبحثات البحثيه الى الخارج. ديزاين اند امبلمنتيشن اوف مولتي ديسك كنترول ماشين، اشراف مشترك دكتور فائز ودكتور اشراف مشترك من دكتور فائز ودكتور سلمى ضياء من محطه كهرباء جنوب غرناطة الحراريه. الهدف من البحث هو ديزاين اند مانيفاكتشرنج ملتي ديسك كولد رولينج ماشينز، لها القدره على تشكيل ديفرنت ويف فورمز مثل ساين ويف سيل توث على ذا سيم ماشينز. طبعا هذا يعطي فلكسبل للماشين وايضا نفس الوقت ريدكشن بالكوست. هذا النوع من الماشينز اللي هو من يسمى ريكونفيجربل ماشينز، انه مكائن قابله لاعاده التشكيل، وبالتالي انا راح اقدر اسوي modifications على the part design on the same machine. مقدمة عن الرولينج. الرولينج هي عبارة عن عملية صناعية
تعتمد على تشكيل المعادن، تمرير المعدن between two rods. أما لتقليل الثكنس للميتال، في ذاك الوقت راح أستخدم تكون شكل الرولر كأسطوانة، أو لتشكيل أو لتغيير الكروس سكشن للورك بيس، في ذاك الوقت راح تكون كونتور رولز، يعني راح تاخذ الديزايرد شيب اللي أنا أريد أشكله. طبعا تعتمد فكرتها على تسليط قوة ضغط على الميتالز اللي راح تولد ستريسز بالورك بيس وتوصلها إلى مرحلة البلاستيك فورميشن. هنا هاي التفاصيل الكلام إنه هي مكونة من كابلنج نت حتى يعني يوفر لي في السكرو باف للسكرو، مدعمة من الأمام ومن الخلف ومن الجوانب بستربس من الستربس من الميتالز، وبنفس الوقت عملت يعني شكل الأشواب بالسلوتس من الجوانب حتى يدخل بيها الجايد مال البيرنجز، وسويت لها اتاتشمنت عن طريق البولتس والبولتس والنت. جراوند بيس القاعدة الأرضية نفس فكرة الكلام اللي موجودة هناك، هاي من الأجزاء مالتها، هذا الشكل يعني شوف النهائي من الماشينز لأنه بعدني ما مثبت هنا الدرايفنج ماشين. هنا عملية الدرايفنج ماشين هي كانت مانوال باعتبار انه انا عندي بروتوتايب حتى اقدر اسوي عليها كونترول اكثر. هذه النماذج اللي قمت بدخلتها اللي هي تعطيني ساين كير بامبليتيود 10 مليم وبويف لينك 40 مليم، يعني اشتغلت على تشكيل هاي الابعاد. هسه بقت عندنا مرحلة شلون اسوي ريكاب الروبوت للمشين، هذه المرحلة بعد ما وصلتها، وايضا اسوي النيوماريكال اناليسيس للبروسيس باستخدام الانسس سوفت وير. سوميليشن كذا بعد ما نشتغل. نلتقي بالطالبة سارة قاسم محمد، طالبة دراسات عليا مرحلة البحث قسم عمليات تصنيع كلية هندسة الخوارزمي. ما عنوان البحث؟ عنوان البحث Design and Implementation of Multi-Disc Cold Rolling Machine. البحث يحوي على فكرة ابتكارية حيث أنه راح أشكل مكان قابل لإعادة التشكيل، وبالتالي أقدر أنوع المنتج المصنع على الماكينة، وهذا يختلف عن النظام التقليدي للمكائن اللي موجودة بالعالم أنه تكون محددة بتايب واحد من المنتج. ما الهدف من البحث؟ الهدف من البحث هو عبارة عن يعني مشكلة يعني فكرة البحث هي عبارة عن مشكلة واقعية موجودة في محطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية. في المحطة يصنعون عناصر تسخين تستخدم بالمراجل البخارية لإعادة تسخين الهواء، وبالتالي لترفع من كفاءة عمل المراجل. فالعناصر التسخين المستخدمة أو المصنعة هناك بالمحطة الأداء الوظيفي لها ما يكون بالشكل الكافي وبالشكل المطلوب، فأني راح أحاول أنه أستخدم عدة أشكال بتصنيع هذا الهيتينج إليمنتس بهدف رفع الأداء الوظيفي للهيتينج إليمنتس، وبالتالي أيضا أساهم برفع الأداء الوظيفي للمراجل البخارية. ما هي المعوقات التي واجهتك أثناء البحث؟
طبعا البحث اللي يحوي على جزء كبير يعني جانب العملي، افتقار ورشات الكلية ورشات الجامعات أيضا للمستلزمات اللازمة لتنفيذ الجزء العملي، مما اضطرني للجوء للورشات والمعامل الأهلية، ومثل ما نعرف أنه هذه تتطلب كلفة عالية، وأيضا سرعة التنفيذ وسرعة الإنجاز ما تكون بالشكل المطلوب. التوصيلية مال يعني داخل الجوف مال القطيع داخل اي اكو هنا طلاء، هذا الطلاء لازم ما يكون بيه اي خدش يمنع الاكسدة. واذا يعني شلون راح تعرفون انه هذا مخبوش؟ اي مو حينطيني هنا فد قراءة، عندي استمارة، عندي فد رينج معين اعرف من عنده، من يعبر هذا الرينج انه بيه خلل. ايضا بي جيج زام نيدل، بي جيج يفحص لي الضغط داخل المشروب اذا علبه او تنينه زجاجيه او بي اي تي. عندك هنا المحرار، عندنا جدول ضغط ويا الحراره ينطيني حجم معين من الغاز داخل هذا المشروب. يعني نص القوطيه مليانه بيها نعم، ينطي فد خلينا نقول حركه حتى يحرك جزيئات الغاز، فراح يكون يتولد في الضغط حراره، ضغط وحراره راح ينطي عندي جدول خاص يمكن ان انا موجود ينطيني حجم الغاز اللي داخل هذا المشروب. ايضا بيفد خلينا نقول نسبه انه ما يتعدى 3.7 او 3.9 بالنسبه للسبن، يعني عندنا فد مواصفه خاصه. تعبه الالم كبير.
جهاز النقر. جهاز النقر. طبعا اكيد. هذا الأمبولة تدخل هنا داخل فرن حراري. درجة الحرارة عالية. بحيث ما يعني تموع الأمبولة او فش. أمبولة هي اسمها هذا التيوب. اكيد طبعا حراره وضغط عالي 40 10 بار ضرب كل هواء على مود الحجم مالته يعني هذا محدد بس الحجم هذا الصغير عند هذا القالب يتغير هذا القالب ماكو يتغير بس يتغير تغير الامبوله وزنها اي وزنها 32 غرام مال بطل ابو 750 مل اي ابو الالف اي طبعا اكيد ليش وزنها 44 غرام زين هذا وين صنعوا هم هنا هي المواد الاوليه هذا اكو عراقي واكو سوري بس هذا شنو هذا عراقي نعم احنا مو يعني عندنا على السيارات يا الاحسن تقدر تتحكم بيه منا من الجهاز النوعيه خلي عداد احسن واكو نوعيات تجينا مره روسيا يعني حتى العراقي او سوري زين هذا من يكمل شلون الفحص مالته وين مثلا دامت فوق ودامت من فحص مالته وين عندنا هنا بالفلا شنو يعني بعد النقص يخرج البقل داخل هذا الجهاز اللي يسمى جهاز العلامة هذا يعني استاذ بس بسأل انه يقول لنا اللي ورا مرحلة المفروض حتى مرحلة اللي ابو استاذ هاي القطعة كلها شو السبب؟ زيادة اكثر عدد للابطال اللي هو اكثر عدد هل ما يصير تاثير عند الجهاز؟ لا لا ما يصير اذا وقف مثلا جهاز ياخذ اكثر عدد طالع ما يصير يعني ناقل صغير ناقل يعتبر اكيد هي اخطاء هاي الرولة بيتش الرولة فاوحة ايش بيتش الرولة بيتش السودة جوها هاي تتغير من يمين علامة البيبسي او الميراندا او ال عبي ميراندا هو نفسه هذا اللي احنا نلاحي عبي ميراندا هو نفسه بيبسي ميراندا احنا كيف شو نريد نغير يعني داخل هذا الفلاح يتعبن يتعبى الضغط اوكي يدخل وراء الجهاز الغلق الحالق كراونر اوكي يطلع بهاي الصوره